بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من عدسة الجامعة. في كل حلقة من حلقات العدسة عودناكم أن ننقل لكم أخبارا وأحداثا مميزة تفاصيلها رويت في ربوع مدينة العلم جامعة الملك فيصل في واحة الأحساء. هذا الصرح المبارك الذي امتدت عطاءاته لتصل إلى كل شرائح المجتمع عبر مؤسساته الحكومية والأهلية. نرصد الأحداث لنقدمها لكم أولا بأول عبر المركز الجامعي للاتصال والإعلام في الجامعة، لتنمو بتواصلنا معكم شراكة معطاءة بين الجامعة ومجتمعها. وفي هذه الحلقة التي جعلناها حصادا لأبرز الأحداث التي جرت بين أروقة الجامعة خلال الفترة الماضية، مدير جامعة الملك فيصل يرعى لقاء المعايدة الخاص بمنسوبي الجامعة، معالي مدير الجامعة يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب مشروع جامعة الملك فيصل الزراعي لتنمية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، جامعة الملك فيصل استقبلت جموع المصلين في صلاة التراويح والقيام والجمعة بجامعها الكبير. المركز الجامعي للاتصال والإعلام بالجامعة يترك بصمته الإعلامية بإنتاج عدد من البرامج والفواصل الخاصة بالشهر الفضيل. أعزائي، دعونا بداية مع أخبار سريعة. رعى معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي ملتقى المعايدة بعيد الفطر المبارك لعام 1438 للهجرة، وذلك صباح أول أيام الدوام الرسمي في قاعة الضيافة بمبنى الإدارة بحضور أصحاب السعادة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجوج، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر، ووكيل الجامعة الدكتور مطلق بن محمد العتيبي، وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة والمشرفين ومدراء المراكز ومديري الإدارات وموظفي الجامعة. وقد قام الجميع بتبادل التهاني والتبريكات والأحاديث الودية التي تغمرها مشاعر الفرحة والسرور وتسودها روح الأسرة الواحدة. شاركت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل ممثلة في نادي المسرح في مسابقة عكاظ للإبداع المسرحي، وذلك ضمن فعاليات سوق عكاظ في دورته 11 لعام 1438 للهجرة بالطائف، والذي انطلق يوم الأربعاء 18 شوال 1438 للهجرة ويستمر لمدة 10 أيام، حيث تجري فعاليات المسابقة في قاعة فهد ردة بمقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف. وأوضح سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور خليل بن إبراهيم الحويجي أن العمادة تشارك في تلك المسابقة بالعرض المسرحي الحقيبة الذي يتناول موضوع النجاح، وهو من تأليف الأستاذ عمر البدران وإخراج الطالب معاذ الخميس وأداء طلاب الجامعة من أعضاء نادي المسرح، معربا سعادته عن تمنياته لفريق العمل التوفيق والنجاح وتحقيق العديد من جوائز المسابقة. حصلت جامعة الملك فيصل ممثلة بقسم المالية في كلية إدارة الأعمال على اعتراف معهد المحللين الماليين المعتمدين، وذلك عن برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص مالية. وبهذا الإنجاز النوعي تعد جامعة الملك فيصل الأولى في المملكة العربية السعودية والرابعة عربيا في الحصول على اعتراف معهد المحللين الماليين المعتمدين، إذ يعد معهد المحللين الماليين المعتمدين الجهة الأولى عالميا والأكثر اعترافا واحتراما في التأهيل المعرفي والمهني في مجال الاستثمار والمجتمع المالي الدولي. حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين، ولنتابع سوية أهم الأنشطة المصورة التي أقيمت في الجامعة ومجتمعها خلال الفترة الماضية. بمتابعة وتوجيهات كريمة من معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي، منذ بداية الشهر الفضيل كان لجامعة الملك فيصل من فيضه العميم حظا من العطاء، فتنوعت عطاءات الجامعة لتشمل منسوبيها وأبناء المجتمع عموما. ولمعرفة التفاصيل حول جهود الجامعة المجتمعية والإعلامية لنشاهد هذا التقرير. ما إن طل الشهر الكريم شهر رمضان بروحانيته وإيمانياته،
إلا وكان لجامعة الملك فيصل من فيضه العميم حظا من العطاء. وبناء على توجيه معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، أشرع جامعة الملك فيصل الكبير أبوابه هذا العام ليجذب جموع المصلين من منسوبي الجامعة وأهالي الأحساء والمنطقة الشرقية لينتظموا في صلاة العشاء والتراويح في أجواء إيمانية تعكس ثراء وتراث وحضارة الأحساء، مجسداً هذا الجامع المبارك في تصميمه وزخرفته الإسلامية ولون طلائه المأخوذ من تراث الأحساء العتيق، ومترجماً بصدق لانفتاح الجامعة على المجتمع المحيط بها. وقد أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كما صدرت بفضل الله تعالى الموافقة من سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على إقامة صلاة الجمعة في جامع الجامعة بدءا من تاريخ 21/9/1438 للهجرة، وتم تكليف معاليه لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن صالح سميح الإمام الرسمي للجامعة بإمامة المصلين وإلقاء خطبة الجمعة. كما وجه معالي مدير الجامعة بأن ينتظم الموظفون والعمال الذين يعملون في أوقات الإفطار في إفطار جماعي يومي متكامل في ساحة المسجد القديم، مما يؤكد اهتمام الجامعة بمنسوبيها وتقديرها لما يبذلونه من جهد في هذا الوقت. كما وجه معاليه بمشاركة 48 طالبة من جوالة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين في شهر رمضان المبارك. وقد عبر سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور خليل بن إبراهيم الحويجي إثر زيارته التفقدية لهم عن سعادته بالدور المناط بوفد جوالة الجامعة في خدمة المعتمرين، حاثا إياهم على العمل والاجتهاد في خدمة ضيوف الرحمن في هذا الشهر الكريم. على صعيد آخر، حرص المركز الجامعي للاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل على استقبال شهر رمضان المعظم هذا العام بعدد من البرامج التلفزيونية، حيث تم إنتاج فواصل ترحيبية بشهر رمضان وإنتاج برنامج خير الكلام في نسخته الثانية، والذي يرصد مشاركات أكثر من 22 أستاذاً متخصصاً من قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل، إلى جانب إنتاج برنامج ترياق وهو برنامج أكاديمي عن الطب الشعبي والذي يقدمه الدكتور مصعب العديل من أبناء الجامعة وتحت إشراف كلية الصيدلة الإكلينيكية. لحى من الأشجار وليست بنفتة، استخدموها أطباء مصر من 2000 سنة قبل الميلاد في علاج أعراض السعال والتهاب الحلق والمفاصل، وحالياً
أغلب استخداماتها كنكهة. كما تم إنتاج برنامج مآذن لها تاريخ، والذي يرصد أبرز المساجد العتيقة في واحة الأحساء بكونها تشكل جزءاً من تراثها الحضاري. وقد تم بث هذا النتاج الرمضاني عبر قناة وزارة التعليم عين، وعبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة. وحظي هذا العطاء المبارك من الإنتاج بالمشاهدة والمتابعة، تأكيداً على تمدد وحضور جامعة الملك فيصل في هذا الشهر المبارك وفي أوساط مجتمعها. خير الشهور هدية الرحمن، يا جنة الرحمات والغفران. خير الشهور هدية الرحمن، يا جنة الرحمات والغفران. رمضان يا طهر القلوب وعطرها وحبيبها يا درة الأزمان. مرحبا مرحبا يا رمضان. رأى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي حفل تخرج طلاب مشروع جامعة الملك فيصل الزراعي لتنمية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الدفعة الأولى في مدرج مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية، بحضور أصحاب السعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على محطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية، وعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية، وعميد كلية التربية ومساعد مدير عام المصرفية الشخصية في البنك السعودي للاستثمار الراعي الرسمي، ومدير جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالجامعة والمهتمين والمختصين بهذا الشأن. وعلى صعيد آخر، حفلت كليات الجامعة بعدد من الأنشطة الاحتفالية والعلمية. رأى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي حفل تخرج طلاب مشروع جامعة الملك فيصل الزراعي لتنمية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الدفعة الأولى في مدرج مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية، بحضور أصحاب السعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجوج، والمشرف على محطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية الدكتور نبيل بن سعد البلوشي، وعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي، وعميد كلية التربية الدكتور سميحان بن ناصر الرشيدي، والأستاذ أيمن القديمي مساعد مدير عام المصرفية الشخصية في البنك السعودي للاستثمار الراعي الرسمي للمشروع، ومدير جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء الأستاذ عبد اللطيف الجعفري، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالجامعة والمهتمين والمختصين بهذا الشأن. وألقى معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: أسعد بكم ولقاءكم هذا اليوم، وتتشرف إدارة الجامعة على هذه الهمة التي انطلقت وسعدنا برؤيتها والتعرف على ما مر به من هذا البرنامج التدريبي. فاليوم تخريج لجهود تكللت بدوافع الإنسانية من نجاح إلى نجاح، تمثلت بأبنائنا من مختلف الفئات، فهم مختلفون في قدراتهم لكنهم يمتلكونها ويمتلكون جزءا كبيرا مهما منها. وأنتم أبنائي فئات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة
بقدراتكم العقلية والفكرية المختلفة جزء من هذا النجاح، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النجاح وهذه الرعاية المهمة. أبهرتم الجميع فيما تقدمونه في مشروع جامعة الملك فيصل الزراعي للتنمية والتأهيل، وأنني لم ولن أستغرب ولم أتفاجأ بما قدمتموه منذ اللحظة الأولى لاطلاعي على المشروع منذ زرت المحطة قبل 3 أسابيع، وكنت متفائلا بالنجاح، وهو اليوم الحمد لله نراه بأعيننا. شرف معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي برعايته الحفل الختامي لأنشطة كلية الهندسة للعام الجامعي 1437 للهجرة 1438 للهجرة بحضور أصحاب السعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الهندسة وعميد القبول والتسجيل ومستشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأولياء أمور الخريجين. شرف معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي برعايته الحفل الختامي لأنشطة كلية الهندسة للعام الجامعي 1437-1438 للهجرة بحضور أصحاب السعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر وعميد كلية الهندسة الدكتور توفيق بن عبد العزيز المغنم وعميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأولياء أمور الخريجين. معلمين الأفاضل، ولو أن العرفان يخط بالأقلام لمثلكم لجفت خجلا وحياء، حملتم على عاتقكم مسؤولية البناء والإعداد، منحتمونا العلم والثقة، كنتم نعم النبراس المضيء لدروبنا، فشكرا لكم. أباءنا لكم منا معروف يعلو كل معروف، تقف المعاني عاجزة عن حمل ضخامة الشكر والعرفان لكم، فجزاكم الله خير الجزاء. رأى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي حفل عمادة شؤون الطلاب التكريمي للجهود الطلابية للعام الجامعي 1437-1438 للهجرة تحت عنوان إنجاز، وقد حضر الحفل أصحاب السعادة رجل الأعمال المعروف والداعم الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز الجبر ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية وفي أقسام الطالبات وكيلة الجامعة للشؤون الطالبات وعدد من عمداء الكلية والعمادات المساندة والوكلاء ومديرو الإدارات وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور وجمع من الطلاب والطالبات المحتفى بهم. رعى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي حفل عمادة شؤون الطلاب التكريمي للجهود الطلابية للعام الجامعي 1438-1437 للهجرة تحت عنوان إنجاز، مؤكداً معاليه في كلمته التي ألقاها أن الجامعة ومنذ تأسيسها وضعت نصب عينيها وأخذت على عاتقها الاستثمار في الطاقات الطلابية على الوجه الأكمل، ولعل من أهم أوجه هذا الاستثمار ما هو متصل بتهيئة الإمكانيات وتسخير الأدوات لخلق البيئة المشجعة لممارسة النشاط الطلابي اللامنهجي بما ينعكس إيجابيا على الطلبة. وقد حضر الحفل أصحاب السعادة رجل الأعمال المعروف والداعم الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز الجبر ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر وفي أقسام الطالبات وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فائزة بن صالح الحمادي وعددا من عمداء الكليات والعمادات المساندة والوكلاء
ومديري الإدارات وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور وجمع من الطلاب والطالبات المحتفى بهم. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي عمادة شؤون الطلاب نحو إبراز المنجزات الطلابية النوعية وتكريم الطلبة المميزين. بالله نبيون حيق الله شوفكم تخباركم طيبين. هتروح تكبر هتروح تكبر اخوان السنبيين حياكم الله. الحين انا قاعد اتصدق وجلاء عشان الحبيب مسكين في الشمس والحراره وجلاء. البس عليك عافية البس. الله الله تطوع يا شباب. شفت شلون ابوي شفت شو ولدك ولدك يتطوع وجلاء في النار في العالم ايش فيك لا لا هو عليك اركبك قلبي ايش جايب لك انا بعد جايب لك جايب لك امسك امسك محمد امسك نظاره البس اخواني بعد من الصدقه وجلاء انستغرام طالبه طلبيه واعطيتها الشيخ ارحموهم حاره الشمس الله الله فيهم. شكرا حبيبي شكرا شكرا حبيبي جيب نظاره نظاره شوي شكرا شكرا وش شغل سوي شغل فيني بالله عليك شراي اما انت ما لك عليك ليه اللهم اني صاي الله الله يا رب يتقبل ذكرت ذكرت عشان نمشي هاك اخواني مال لا تشوف لحد يدي حتى بالمال تطوعوا يا اخوان وعياك تطوع اوكي خلاص حبيبي كامري 2002 غسله بارك الله فيك شهر الرجال وسب الاخبار يا وشيك يا وحيم الدعدل ما هو الصدقه كذا يا اخوي انا خبري الواحد اللي يصدق لجي يعطي باليمين ما تشوف الشمال والعطب بالشمال ما تشوف اليمين جاي بهال. أعزائي في ختام حلقتنا ندعوكم لزيارة موقع الجامعة على شبكة العنكبوتية للاطلاع على المزيد من أخبارها. الآن حلقتنا انتهت، نلقاكم في حلقة قادمة على قناة عين. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.